10 نصايح لمضاعفة أرباحك من خمسات أو فايفر. السلام عليكم، إيه الأخبار؟ حاسس إني قلبت على أحمد أبو زيد كده ليه؟ السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. إن شاء الله حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن 10 نصايح لمضاعفة أرباحك من خمسات أو فايفر، لأن الاتنين تقريبا فيهم نفس الخصائص ونفس الحاجة ونفس السمات. يعني العشر نصايح دول هيقدروا يخلوك ترتقي بالخدمة بتاعتك بحيث إن الناس كتير تشتريها، وبحيث إنها تكون خدمة منظمة أكتر ويعني تجذب الناس أكتر، تمام؟ وبالمناسبة العشر نصايح دول ناس أجانب مشيوا عليهم، وأنا طبعا عارفها من أجانب، فناس أجانب مشي عليهم وكان في إثباتات يعني في الناس اللي أنا كنت شايفهم، الناس بتكسب أكتر من 200,000 دولار سنويا من خمسات أو من فايفر، سوري من فايفر أو خمسات بقى لو أنت مصري هتقدر تحقق، أو يعني لو أنت عربي هتقدر تحقق أرقام كويسة جدا من خمسات، لأن خمسات طبعا زي فايفر تقريبا، ولكن فايفر بالدولار، وخمسات برضو بالدولار، ولكن فايفر إيه أجانب، ولكن خمسات هيبقى عرب. ولكن أنا بقول لك لو أنت عندك خدمة قدمها في الاثنين، في خمسات وفايفر، تمام؟ مش هيفرق معاك أجنبي من عربي، الكلام يعني اللغة مش هتبقى صعبة قوي بالنسبة لك، يعني جوجل ترانسليت موجود وكل حاجة موجودة، فحاول إنك تقدم خدمتك في خمسات وفايفر الاثنين. وخلينا نبدأ بالنصايح. قبل ما نبدأ في أي حاجة، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو كنت أول مرة تشوفني، وشير الفيديو ده، لأنه إن شاء الله الفيديو ده مهم جدا، فحاول تعمل شير الفيديو ده عشان أكبر عدد من الناس يستفيد، وديك بتدعمني، بس أهم حاجة إنك تعمل لايك. يلا نبدأ. أول حاجة، أثر عنوان الخدمة. يعني ايه تأثر عنوان الخدمة؟ لازم عنوان الخدمة بتاعتك يبقى قصير وواضح. يعني ايه؟ يعني مثلا عنوان زي انا ممكن اصمم لك لوجو لليوتيوب والبلوجر وبمقابل 5 دولار. في عنوان صغير تاني خالص اسمه انا هصمم لك لوجو بس. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ لما قلت له انا هصمم لك لوجو لليوتيوب وبلوجر مثلا، لو انت قلت له كده، هو مثلا راجل بتاع محل، راجل عايز لوجو لمحل، عايز لوجو لشركة، هيقولك لا الراجل ده بيعمل اليوتيوب بس يا عم، ايه علاقه الشركه بالموضوع؟ ما انت تقول له بقى انا هصمم لك لوجو حتى لو انت بتاع يوتيوب بس، ولكن لو قلت له انا هصمم لك لوجو هيضطر يخش على الخدمه ويبص عليها، يبص على الحاجه اللي عندك، ممكن يعجبه لوجوهاتك بتاعت اليوتيوب ويقول لك اعمل لي لوجو لمحل مثلا او حاجه، وانت تعمل له عادي، يعني الموضوع مش صعب، تفهمني؟ فانت لما يكون عنوان صغير بيبقى مشوق اكتر، صح؟ المعنى وصل، يعني في تشويق اكتر للراجل اللي عايز يشتري الخدمه بتاعتك، فهيبقى في تشويق اكتر للشخص ده بحيث انه هيخش يشوف الخدمه، على الاقل هيخش يشوف الخدمه مش هيعديها كده خلاص. فبلاش عنوان طويل، بلاش عنوان مفصل بكل اللي انت هتعمله ده، لا طبعا عنوان صغير قصير عشان الناس تيجي، تمام؟ دي اول خطوه. تاني حاجه، اهتم بالصوره جدا، الصوره بتاعت الخدمه اهتم بيها جدا، حاول انك تخلي الصوره دي تجذب الناس باي طريقه. يعني لو انت بتصمم لوجوهات، خلينا برضو على السيمبل بتاع اللوجو، لو انت بتصمم لوجوهات فحط لوجو بكلمه لوجو، يعني انت كلمه لوجو ال او جي او حاول تكتبها بطريقه مبتكره شويه بحيث ان الناس تقول لا ده كرييتيف، فاحنا خلينا مع الراجل ده شكله كرييتيف كده خلينا معاه. فالفكره انك الصوره دي بتعبر عن شخصيتك انت وعن الاعمال بتاعتك انت، فحاول بقدر الامكان تكتب كلمة لوجو أو تعمل لوجو بشكل احترافي، يعني على الأقل باسمك أو باسم أي حاجة، فأنت حاول تعمل لوجو بشكل احترافي. ولو عندك بورتفوليو صور أو لوجوهات أو حاجة، فحاول تحطهم كلهم في ملف وتحطه في الوصف، ده هيفيدك جدا جدا جدا، أو تحطهم في سايت مثلا وتحطهم في الوصف، أو مثلا في بوست على الفيسبوك وتحطهم في الوصف، كل حاجة متاحة ليك. فأنت حاول إيه إنك توضح للناس الحاجة اللي أنت بتقدمها والجودة اللي أنت بتقدمها. رقم 3، الخدمة بتاعتك لازم تكون فريدة. يعني ايه فريده؟ يعني الخدمه ما تكونش ناس كتير بتقدمها، ناس كتير قوي عندهم استشارات قانونيه، ناس كتير واخده حقوق، كليه حقوق، الناس دي يا جماعه كنز بالنسبه لموقع خمسات او فايفر، كنز بمعنى الكلمه، الناس دي مطلوبه جدا ومش موجوده في خمسات وفايفر خالص، غير 2 3 4 5 بالكتير قوي اللي بيقدموا خدمه الاستشاره القانونيه دي، مهمه جدا. فانت حاول تخلي خدمتك لو انت عندك اي خبره في اي مجال تقدر تكسب منه فلوس على خمسات او فايفر، فانت حاول انك تقدم الخدمه بتاعتك في اي منصه من المنصات دي لانها هتفيدك جدا، حتى لو تروح ابورك او اي موقع فريلانسر هياخدوك برضو، لان حقوق بالذات والناس اللي عندها استشاره قانونيه والناس اللي فاهمه في الحاجات دي مطلوبه جدا، يعني الساعه ممكن تبقى في حدود ال 10 دولار او ال 5 دولار وده مهم جدا. رقم 4، خفض سعرك على قد ما تقدر، دي مهمه جدا، يعني انت لما تخفض سعرك ناس كتير هتهتم انها تجربك،
تمام، بالذات طبعا لو انت في البدايه يعني، فلازم تخفض سعرك شويه اتنين تلاته تمام. يعني مثلا لو انت هتدي حاجه ب $5 فانت حاول تدي حاجه اكتر من اللي غيرك بيديه. يعني مثلا لوجو ب $5 خليهم لوجوهين ب $5، لوجوهين لا ده صعب شويه، لا خليهم لوجوهين ب $5. ليه؟ ده هيفيدك اكتر. مثلا لو قناه يوتيوب يبقى لوجو وغلاف وكفر يعني تمام. فالفكره ان هتخلي ناس كتير قوي تبص على شغلك، ولو شغلك حلو يا سلام بقى، لو شغلك حلو وكرييتيف يا خرابي، هتكون فتحت لك ابواب القدر يعني من مواقع خمسات او فايفر، وهتلاقي تقييمات كويسه جدا، وساعتها هتبدا تشتغل صح. رقم 5، وضح اللي هتقدمه في الوصف بعظمه. يعني ايه؟ يعني مثلا انت هتعمل لوجوهات، خلينا برضو في نفس السيمبل، هتعمل لوجوهات او هتعمل لوجو، اللوجو ده ب $5، هتكتب له كده في الوصف ايه اللي انت هتحصل عليه بمقابل $5، او على حسب تخفيض السعر اللي انت هتحطه يعني براحتك. مثلا لو خلينا في حوار تخفيض السعر، فهنكتب واحد في نقط كده ورا بعض، نقط ورا بعض، واحد اتنين لوجو او لوجو زائد كفر لليوتيوب تمام. اتنين مثلا هديك اللوجو بجميع الصيغ او بالصيغه اللي تطلبها، بي ان جي، جي بي جي، اي حاجه تمام، هديك اللوجو بالصيغه اللي انت عايزها. تلاتة اي حاجه بقى يا شباب، اكتبوا بقى النقط اللي انتوا حابينها وكل اللي انت هتعمله في اللوجو. او مثلا رقم 3 هديك اللوجو بي اس دي بحيث انت لو عايز تعدل عليه كده، هديك اللوجو في يومين كده ماشي. تكتب كل الكلام ده لان ده مهم جدا، وفي نقط تحت بعضه تمام، ده مهم جدا. ورقم 6، لازم تعمل اضافات. يعني ايه اضافات؟ طبعا كلنا عارفين الاكستراز في خمسات او فايفر في اضافات بتحطها، الاضافات دي هو ربحك الحقيقي. يعني انت مثلا حاول تعمل اضافات من ولا حاجه لو عايز. يعني انت مثلا لو بتقدم اللوجو ده في اسبوع، لا قول له في اضافه انك تاخد اللوجو ده في يومين بمقابل $5 زياده. ممكن تاخد لوجوهين او ثلاث لوجوهات بمقابل $5 زياده، بلاش $10، لو اللوجو $5 ممكن هديك اتنين كمان بمقابل $5 تمام. الفكره في ان الاضافات دي مهمه جدا، انها اكتر حاجه هتكسبك فلوس من خمسات او فايفر. الاضافات دي اكتر حاجه هتكسبك فلوس من خمسات او فايفر، فانت حاول دايما تكون عندك اضافات دايما. لو مش عندك اضافه واضحه، حاول انك تعمل اضافه بمجرد ان انت مثلا تقدم لهم نص الخدمه بس. يعني ايه؟ مثلا لو هتعمل فيديو مثلا انيميشنز، قول لهم ال60 كلمه ب$5، ولو عايز 120 كلمه، لو الفيديو يعني 120 كلمه، عايز 120 كلمه يبقى تعمل اضافه ب$5 كمان، فكده بقت الخدمه ب$10. هيبقى هو مضطر يشتري الاضافه خلاص، لان اصلا اللي هو عايزه 120، هو عايز حاجه 120 كلمه، فانت هتديله 60 وقول له الاضافه ب$5 كمان، فانت هتاخدها ب$10. دي الفكره تمام. رقم 7، حاول تخلي الناس دايما دايما، وركز قوي على النقطه دي، تسيب تقييم حلو. ازاي الناس تسيب تقييم حلو؟ دي عايزه دماغ كويسه قوي في الكلام مع الناس. يعني انت لازم تقدم للناس الحاجه اللي هم طالبينها منك بالظبط في الميعاد، دي ضروريه جدا، ما تتاخرش عليهم ولا ثانيه، ترد على الناس على طول. ولو حد طلب منك حاجه معينه في الشغل ده، حاول تقدمه بالدقه الكامله، بلاش تقدم حاجه من دماغك، لا لو طلب منك حاجه معينه قدمها له بالظبط عشان تاخد فلوسك وتاخد تقييمك المحترم وتاخد الكومنت المحترم، بس انت مش عايز اكتر من كده. لو انت لسه في البدايه، حاول تخلي اصحابك يشتروا الخدمه بتاعتك ويقدموا لك تقييم كويس. اتمنى يعني ان مش اي حد يعمل الحركه دي، لان الحركه دي عايزه حد يكون مجتهد ويكون كويس وبيعمل اللوجو صح وبيعمل مثلا شغله حلو، فعايز بس الناس تجيله. فانت ممكن تخلي اصحابك يشتروا وتدي لهم الفلوس تاني، او تعمل اي حاجه من الحاجات دي، لانها هتزود من تقييمك وهتزود من كومنت الايجابي يعني وحاجات كده، فهتخلي الناس تثق فيك اكتر ان هم يقدروا يشتروا منك الخدمه. فلو عاوز الفكره دي حلوه جدا، ممكن تشتري انت خدمتك بنفسك او تخلي اصحابك يشتروا الخدمه. يعني لو 10 من اصحابك اشتروا الخدمه بتاعتك، ساعتها ان شاء الله هيكون تقييمك زاد جدا وكومنتات وكده، فساعتها هيكون في ثقه اكبر فيك ان هم يشتروا الخدمه بتاعتك. ففكره ان التقييم دي اهم حاجه في خمسات او فايفر. 8، ودي جديده شويه تمام وصعبة شوية، ولكن مهمة جدا لو انت في البداية، مهمة جدا لو انت في البداية، ضمان اعادة الاموال. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو عملت خدمة لحد والخدمة ما عجبتهوش، دفع لك الفلوس خلاص والخدمة ما عجبتهوش، ترجع له فلوسه تمام. اشتغل على الخدمة والفكرة دي جدا، لازم لازم يكون عندك حتة ضمان اعادة الاموال. ما تكونش خدت الفلوس، الراجل خد الخدمة مش راضي عنها، عمل لك الكومنت السلبي والتقييم السلبي، خلصت تمام كده، لا انت حد هيشتري منك ولا اي حاجه. اما لو رجعت له فلوسه، هيشيل التقييم السلبي وهيشيل الكومنت السلبي. ركز قوي على حته التقييم يا شباب، لان التقييم ده هو اللي بيخلي الواحد يشتري الخدمه. فانت
حتى لو هترجع له فلوسه، ده انت لو هترجع له فلوسه زيادة عليها فلوس، فتخليش له تقييم سلبي وكومنت سلبي اللي هو عمله لك. حاول تقدم الحاجة بتاعتك بإتقان عشان ما تاخدش تقييم سلبي او كومنت سلبي. ف ولو لو غلطت وعملت حاجة غلط، فانت حاول ترجع الراجل فلوسه وشكرا، تمام؟ فالما عشان ما تاخدش الكومنت السلبي والتقييم السلبي، فدي بصراحة يعني صعبة شوية، تمام؟ فلو الراجل مش راضي عن الخدمة رجع له فلوسه وخليش الكومنت السلبي والتقييم السلبي. طبعا ممكن الناس تضحك عليك بقى ويقول لك مثلا اللوجو ما عجبنيش ومش عارف ايه. لا، انت تعرف منين بقى الفكرة دي ويقول لك مثلا اللوجو ما عجبنيش وياخد فلوسه مع ان اللوجو عجبه؟ لا، لو هو هيطلب منك حاجات معينة، لو انت عملت حاجات معينة دي غلط، ساعتها ماشي، ساعتها اقول له تمام انا غلطان في الحتة دي، فخلاص انت خد فلوسك عادي. اما لو عملت كل حاجة صح وقال لك اللوجو مش عاجبني، لا، حضرتك اللي غلطان، انت اللي قلت لي اعمل كذا 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 وانا عملت كذا 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 كذا، خلاص يبقى كده الموضوع خلصان، انا عملت لك كل اللي انت طلبته، تمام؟ حتى لو عمل لك بقى الكومنت سلبي، فانت قول له رد عليه في ريبلاي ان انت عملت له كل حاجة، واعتقد ممكن الناس تمشيها يعني. ولكن يعني الفكره في الكومنت السلبي دي بتبقى رخمه شويه، والتقييم السلبي يعني في ناس بتقصد بصراحه تقطع ارزاق ناس، ولكن الناس مش فاهمه، ولكن في ناس فاهمه برضه على فكره ان دي ارزاق وده شغل، وناس ما بتديش تقييم سلبي باي كده وخلاص يعني، ما هو زي الديسلايك بتاع اليوتيوب مثلا يعني. رقم 9، اعلن عن خدمتك في كل حته، في كل المنصات، في يوتيوب، في المواقع. الفكره مثلا زي ما حصلت معايا قبل كده، ان شخص دخل يكلمني بيقول لي انا هعمل لك لوجو، هعمل لك مش عارف ايه، وهعمل لك اللي هو الانترو بمقابل ان انت تنشر لي الخدمه بتاعتي. انا لما لقيت شغل كويس ودخلت على الخدمه ولقيت الشغل كويس، فقلت له تمام خلاص، طالما شغلك كويس وراجل كرييتيف ومحترم، اعمل لي يا عم الحاجه، ولو عجبتني هقدر اعمل لك اللي انت عايزه. فعمل لي الحاجه، وبعد كده نشرت لكم الانترو وقلت لكم يا جماعه الراجل ده اسمه احمد والخدمه بتاعته ايه، لو عجبكم الحاجه بتاعته اشتروا الخدمه بتاعته وابداوا تعاملوا معاه، راجل محترم جدا. فانا عملت كده، والراجل زماله يعني دلوقتي، انا ما بتكلمش ان انا يعني مشهور اول ده، انا جبت له ناس تشتري، مش موضوع كده، انا بتكلم على الفكره نفسها يعني. الفكره حلوه، انت ممكن تروح لاشخاص على اليوتيوب وتقدم نفس المحتوى ده وتكلمه بنفس الطريقه وتقول له انه يقدر يعلنك على الخدمه بمقابل ان انت تعمل له لوجو او تعمل له انترو، تمام؟ نفس الكلام انت ممكن تعمل كده في بلوجر، نفس الكلام ممكن تعمل كده في اي حته، على الفيسبوك، على اي حاجه، على صفحات فيسبوك،